مشاهدين الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمخفض نسبي للضغط الجوي، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كانت السماء في الصباح كثيفة السحب على مجالاتنا البحرية. توقعات جوية المنتظرة لما بعد ظهر سحب عابرة على مجالاتنا البحرية بشمال تونس وشرق تونس، رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة. البحر يكون مضطرب بخليج قابس، رياح شمالية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب والرؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس قليل السحب مع أمطار متفرقة بخليج قابس، يتجه الريح بشمال تونس وشرق تونس، رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب فقليل الاضطراب بخليج قابس، رياح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب ورؤية تنخفض تدريجيا من 7 أميال إلى ميلين. توقعاتنا الجوية المنتظرة اليوم الغد إن شاء الله طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات، ريح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشبة وخليج قابس، ريح شمالية غربية كذلك سرعتها من 10 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، 44 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و27 دقيقة، ومتر و65 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل و27 دقيقة. بميناء قابس، 50 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و14 دقيقة، ومتران و3 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و32 دقيقة. بميناء جرجيس، 28 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و31 دقيقة، و97 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و39 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.